killing spree for the blue team! Target down! ويلي على ويلي على الام بس هنا يا اقوى ام بس في الارضيه رغم انه عندي لاج قسم بالله يا عمر يا ماهر اوخ اوخ على الام بس اوخ السلام عليكم ورحمة الله بداية نقصب الصلاة على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام هذا الفيديو المنتظر للجميع رسميا أفضل حساسية بعد تحديث 2.5 لجميع الأجهزة جيروسكوب وبدون جيروسكوب للجوال وللآيباد ولكن يا إخوان ببجي أعلنت بعد تحديث 2.5 تبعر أم الحساسية عن جد يا إخوان التغيير اللي صار على الحساسية صدمني رسميا في إخوان أكيد ما رح أحرق عليكم وبداية الفيديو شرحنا شو التغيير اللي صار على الحساسية وشو التعديلات اللي صارت هذا الفيديو وهذا الحساسية تستحق مليون لايك في إخوان اللي مو مخلي لايك للفيديو خلي لايك واللي مو مشترك بالقناة كمان يشترك في إخوان كمان أذكركم اشتركوا بقناة الثانية رابطها مثبت بأول تعليق لأنه مثل ما ذكرت بشهر رمضان الكريم راح أنزل عليها سلسلة جدا أسطورية دمتم في رعاية الله مشاهدة ممتعة نبدأ ونقول بسم الله طبعا إخوان التغيير اللي صار على الحساسية بعد تحديث 2.5 رسميا التغيير اللي صار على الحساسية صدمني بشكل جدا كبير طبعا إخوان التحديثات السابقة من تحديث 2.4 وما سبق يا إخوان كنت بزود بسكوبات أو كنت بنقص فيهم بشكل ملحوظ ولكن يا إخوان بهذا التحديث عن جد التغيير اللي صار على الحساسية طبعا إخوان اللي بيعرف حساسيتي أو حافظ حساسيتي من قبل واستخدمها راح يعرف التغيير اللي صار على الحساسية عن جد إخوان أول ما دخلت جيم وشفت سكوبات كيف عم تروح يمين ويسار وتطلع فوق بشكل مو طبيعي عن جد انا هون انصدمت بما انه يا اخوان انا مثبت حساسيتي كل مره اغير فيها بشكل ملحوظ او بشكل بسيط ولكن بهذا المره عن جد ببجي خربت ام الحساسيه فطبعا يا اخوان ندخل على الاعدادات ونروح على الحساسيه طبعا يا اخوان كالعاده حساسيه الشاشه او حساسيه اللمس بدون جيروسكوب ما غيرت عليها ابدا لانه يا اخوان بعد كل تحديث ببجي تعدل حساسيه الجيروسكوب عشان تتوافق مع الاجهزه والجيروسكوب اللي داخل الجوال مثل ما تشوفون يا اخوان منظور الشخص الثالث بدون منظار على الكاميرا بالجيروسكوب خليتها 260 ولكن يا اخوان بس انتبهوا لي على حساسيه السكوبات حساسيه سكوب 3 على الكاميرا كانت عندي 222 رجعتها على ال 195 رسميا عن جد يا اخوان مثل ما تشوفون تغيير بشكل جدا كبير زاد يا اخوان على الكاميرا بحساسيه الجيروسكوب على سكوب الاربعه كانت عندي 165 رجعتها على ال 135 لانه يا اخوان السكوبات كانت تروح يمين ويسار بشكل جدا كبير زاد يا اخوان مثل ما تشوفون سكوب 6 كان عندي 190 رجعتها على ال 180 نروح على الاديست نفس الموضوع يا اخوان مثل ما تشوفون سكوب 3 كمان يعني يا اخوان كان عندي 222 رجعتها على ال 195 يعني تنقيص 27% يعني بشكل جدا كبير وبشكل جدا مرعب يا اخوان على مر التحديثات السابقه انا ما غيرت بالحساسيه هذا الشكل زادني اخوان كمان سكوب الستة 180 سكوب الاربعة كمان رجعتها على 135 بالنسبة لحساسية سكوب اربعة زادني اخوان الشخص الثالث بدون منظار على الادي اس كان عندي 205 رجعته على 200 لانه كان في شوية ضياع ايم وما في هيت شوت عن جد اخوان التغيير اللي صار على حساسية سكوبات بشكل جدا كبير وشكل جدا جدا ملحوظ طبعا اخوان سكوب ثمانية ما غيرت فيه شيء لانه هو سكوب للسنايبر ما له دخاله باليمين يسار او يطلع لفوق عن جد اخوان هذا التحديث انا حسيت انه الحساسيه مو حساسيتي ابدا فطبعا يا اخوان اخوكم ماهر مثل ما شفتوا بدايه الفيديو الهيت شوت والثبات شيء جدا جدا اسطوري فطبعا يا اخوان هذا التعديل اللي صار على الحساسيه الحساسيه تتوافق مع ال20 وال30 وال40 وال60 وال90 فريم للجوالات وللايبادات في اخوان اي مشكله بالحساسيه اكتبوا لي بالتعليقات عشان نرجع نعدل عليها انا بالنسبه لي اللي صار جدا جدا اسطوريه وناطر منكم تعليقاتكم اوكي يا اخوان فحاليا انا راح اخفى الفيس كام استعرض لكم الحساسيه بشكل كامل استعرض لكم كود الحساسية واستعرض لكم الاعدادات بشكل كامل مع كود الاعدادات خليكم مع الفيديو وخليكم مع الحساسية اهم شي لايك والمو مشترك بالقناة كمان يشترك واتمنى الحساسية تفيدكم وتستفادون عليه بشكل جدا كبير مشاهدة ممتعة